الموسم اقسم الهواه حنا انطلقنا اليوم تقريبا باذن الله. هذا العام هذا القنيطريين كاملين الحمد لله كيتمناو الخير لمدينه القنيطره والنادي القنيطري بالخصوص باش نرجعوا المكانه الصحيحه ديالو باذن الله. ونتمنوا ان بقياده ديال السي حكيم دومو وبالناس كاملين اللي معاونين معاه نتمنوا انه ان شاء الله يكون فيه الخير باذن الله لمدينه القنيطره. اليوم بدا الموسم ديال الهوات وكنتمنوا ان شاء الله تكون مربوحه اليوم، وحنا راه كنضربوا على الطلوع ان شاء الله باذن الله. كنبلغ الفريق كنقول له ان شاء الله هذا الموسم يكون صار ان شاء الله يفرحونا ويديروا الكوراج ان شاء الله باش تكون نتيجه مزيانه في هذا العام ونطلعوا للدوزيام سيغي ان شاء الله. نتمنى السيد الرئيس التوفيق والنجاح وان شاء الله نكونوا ان شاء الله في المرتبه الاولى في هذا الموسم، ونطلعوا ان شاء الله العام الجاي ونفرحوا هذا الجمهور ونفرحوا هذه المدينه هذه، حيت هذه المدينه ما تستاهلش هذا القسم هذا، وهذا الجمهور العريق ما يستاهلش هذا الشيء هذا. راه تيتسال الفريق تيتسال المرتبه راه ديال بريمير سيري، وراكم تشوفوا انتم راه تشوفوا راه الطاقم كاع الصحافي تيشوف كل شيء وتيشوف كاع جميع الاطور والتسيير، ما تيخلي ما يدير الرئيس هذا العام خصوصا هذا العام طلع الدوزيام سيري ان شاء الله باش ما كان. الحمد لله الموسم انطلق مزيان وكنشوفوا بعد لي زاربيط دابا في موسم الهوات اللي كيديروا بعض لي فوت، وكنطلبوا من الجامعه باش تشوف من حال هاد لي زاربيط ديال دابا ويديروا لنا حتى حنا الفار والتحكيم راه ما كاينش في الهوات. هذا هو اللي بغيت نوصل ميساج للرئيس الجامعه عمسي القجاع. المهم هو ان بزاف ديال الفرق مستعدين مزيان، منهم النادي القنيطري احسن استعداد. واليوم اش غنقول لك المقابله الاولى راه في بلادهم ومع ذاك الجمهور راه كيدير الضغط، راه ماشي كيسهل عليهم اللعب. فراك شتي في الشوط الاول راه كنا بامكاننا نسجلوا ثلاثه ديال الاهداف ولو كنا حنا ضعف منهم في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني رغم انهم سجلوا هدف لان هدف خطا كبير كان ديال المدافع ديالنا، ولكن دركنا الموقف وكان ربما نسجلوا اهداف اخرى ولا النادي القنيطري بحال كان شي شويه ديال العياء ربما في يعني في ربع ساعه الاخيره ولا 20 دقيقه الاخرى، وكان بامكاننا نزيدوا هدف ثاني. ولكن كما بغى يكون الحال حنا بالنسبه لنا التعادل مع فريق اللي دار احسن استعداد بالنسبه لنا بحال الانتصار. حنا كتعرفوا بان فريق الاتحاد الرياضي القاسمي كل معظم التركيبه ديال البشريه ديالو فهي اقل من 21 سنه، هذا هو الهاجس اللي كنا خايفين منه. وكيف شفتوا الاطوار ديال الشوط الاول؟ دخلنا شويه بيرتيربي لان السن ديال اللاعبين ما تيتجاوز 21 سنه. بقينا لعبنا واحد ربع ساعه ومن بعد خدينا لي روبير مع الجمهور هذا الكبير مع التيران مع هذه، خدينا لي روبير ديالنا حاولنا ندخلوا في المقابله وجاونا عده فرص. كنا ننهيو الشوط الاول بواحد جوج اهداف كيف ما قلت لك، دائما العامل ديال التجربه تيخون اللاعبين ديالنا، ما عرفناش نتعاملوا مع لي زوكازيون اللي جاونا، يعني بقينا محافظين على الهدوء ديالنا ونمتصوا ذاك الحماس وذاك الضغط اللي مارسوا على ليكيب ادفيرس. عطينا بعض التعليمات في الشوط الثاني باش نبقاو محافظين على الهدوء ديالنا. جاونا دي زوكازيون باش نهيو الشوط الثاني بهدف او هدفين. دائما المشكل ديال اما ديال الحظ اما عامل التجربه هو اللي تيخون اللاعبين ديالنا. خدينا هدف ضد مجريات اللاعب، بقينا مامنين بالقدرات ديالنا ما نزلناش يدينا، حاولنا نسجلوا الهدف ديال التعادل في اللحظات الاخيره. انا جيت سعيد بنقطه من قلب مدينه القنيطره مع فريق عريق، وصراحه الفرق بجوج ما تيستاهلوش هذا المكان، هذه المكانه ديالهم ضمن الكبار. كاول مقابله ديال الشامبيونه بالنسبه للريزولتا ما راضينش ا دوميسيل اون ا با لو شوا، خصنا ناخذوا لي 3 بوين. مي سكي امبورطون اللي غادي ناخذ كون ميم بوزيتيف بالنسبه لان بريمي ماتش سي كو انا قدرنا اننا نلقاو توازن ما بين ديك لا موتيفاسيون، حيت كانت واحد لا موتيفاسيون زايده سي نورمال افيك هاد الجو وهاد الشغف. قدرنا اننا نلقاو في لو جو ديالنا هذاك التوازن ما بين هذيك لا موتيفاسيون واننا نلعبوا لو جو ديالنا، اننا ما نترفعوش نبقاو كونسونطري. والحمد لله في لا دوزيام ميتون بان بانه اون ميتريزي، تحكمنا في المجريات المقابله، كانوا شي حويجات اللي صلحنا بارابور لا بريمير ميتون،
مي مالوريزمون كيما قلت في الاخر افتقدنا شويه ديال الوضوح في لي زانترفونسيون ديالنا، بحال حسينا بانه سي بون راه الماتش الوغ كو خصنا نلعبوا لي 97 مينوت كاملين. دونك انا بالنسبه ليا هادشي اللي كاين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.